الآن أشرب القهوة بالحليب، كذلك سندويتشات خبز مقلي والجبن، وكل يأكل مرتديلا بقيت من عيد الفصح. الطقس اليوم مشمس وجميل الحمد لله، وكل الآن في المزرعة يوزع السبلة. هذا يعني مثل فضلات الدجاج، نعم مثل الصماد، هكذا كل يوزع. وأنا أركب دراجة هوائية وأوزع الطعام والماء على الحيوانات المسكينة. انظروا إلى هذا الكوخل، ماسكارا جديدة من أوريفليم، حصلت عليها كهدية من امرأة ساعدتها في إيجاد قطتها التي هربت خلال القصف. فيما مالينكا، جيتنكا قطتي الصغيرة. انظروا، هل تعرفون ما هذا؟ هذه أدوية للكلاب والقطط ضد القرادات والبراغيث، هكذا. هنا لوزن مختلف، هذا إلى ما يصل إلى 4 كيلوغرامات وزن حيوان، هذا من 10 إلى 30، من 4 إلى 10، من 4 إلى 8، هكذا. نستخدم هذه الوحدة فقط، مليليتر واحد، نوزع على فقر كيف على ظاهر حيوان. كذلك يوجد هذا الرشاش أيضا للكلاب وللقطط. Вот это тут привязанный такой песик бедненький. Я ему водичку поставила, корм насыпала, уже все пересыпал. Все высыпал, все перевернул. Такий малесенький. Ой, обробила від клещів. Але ж оце тут він живе, бідненький. У цих хащах. Ой. وزع كولا براز الدجاج هكذا لتكون التربة خاصبة فيما. الفطائر بهذه النبتة بالأوكرانية رابن، لا أعرف كيف بالعربية، ولكن ها هي هذه الورقة جميلة. وهذا هذه سقال من هنا،
أو لا أعرف كيف أعصي من هذه الأوراق. الأوراق لا تستخدم، بل تستخدم هذه السقان. الرائحة جميلة. رجعنا من قرية مجاورة وحصلت بالمجان على هذه الأشياء: معجون الأسنان، فرش الأسنان، صابون، وكذلك هذه المماسح، كذلك أوزع على أمهات هذا. والله لا أعرف كيف بالعربية للأطفال. الحفاظات. قررنا أن نحضر الفطائر. كولا يعرف الطبخ جيدا، الحمد لله، أنا سعيدة جدا. سنخبز في الفرن إن شاء الله. الساعة 9 مساء الآن. ها هي الفطائر. هذه الفطائر شكلتها أنا، وهذه الفطائر ليس أنا، لكن كلها لذيذة. الآن سأقطع. Кусики черненький песик із нашийником із шипами металевими. Вівчарочка маленьке ось таке. Ану, хочу зазняти. Ось такі шипи.
не видно, бідненьке. А ось. أصدقائي اليوم حدثت مفاجأة جميلة. بعض الرجال الذين لا أعرفهم أعطوني بسكويت أوريو. يعني لا أعرف لماذا، ولكن هؤلاء الرجال كانوا يقودون دراجات نارية وتوقفوا، واقترب مني واحد منهم وأعطى هذا البسكويت. والله المفاجأة جميلة، شكرا لله.